في سياق الاحتفال باليوم الوطني للقراءة يتي تنظيم هذه الأيام مفتوحة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. سي محمد الملاحي يمكن تكون على هذا النشاط الأهداف ديالو يعني في المستقبل؟ شكرا على الاستضافة. هذا الاحتفال كيجي في سياق تخريج ذكرى 13 لانطلاق برنامج مبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه السنة اللي تختار الشعار ديالها هو القراءة والقراءة للجميع، وهذه المناسبة هذه كتجي في سياقات متعددة، كذلك الاحتفال كذلك اليوم القراءة اللي كتنظمه الجمعية ديال المكتبة الوسائطية عبد الصمد كفاوي. الهدف من هذا الشعار هو تشجيع القراءة خاصة بالنسبة للأطفال المتمدرسين، وكذلك تشجيع ذلك الطقس السنوي ديال الاحتفال بهذا القراءة، لأنها تعتبر العماد ديال التكوين وديال التلقين والتعليم كذلك. وتم التركيز على يعني القراءة باعتبارها دعامة أساسية للتنمية والتربية. أكيد بطبيعة الحال، فكل مسلسل ديال التنمية لابد أن يبدأ يعني بمسلسل ديال القراءة وتشجيع القراءة وتشجيع هاد الأطفال الصغار على المداومة ديال القراءة والمصاحبة ديال الكتاب، على اعتبار الكتاب يعتبر كما علمونا سابقا هو خير رفيق وخير صديق. نعم، ممكن تدعيم ملحقات أو زونتين ديال القراءة على مستوى الأحياء اللي كتفتقر لهذا النوع من التقديم خلال القراءة؟ بطبيعة الحال هي زيارة السيد العام للاحتفال بهاد الذكرى 13 وكذلك تخليد ديال هذا اليوم بالشعار ديال القراءه، كان فرصه باش تم التشاور والتذكر في امكانيه ديال تعميم هذه النقاط القراءه على مستوى الاحياء، وخاصه الاحياء المستهدفه من طرف البرنامج. هناك واحد التفكير عميق باش نعملوا نقاط القراءه في مجموع ديال الاحياء المستهدفه باش نمكنوا داك التلاميذ المتمدرسين انهم يكون عندهم الولوج للكتاب والولوج الى المعلومه بشكل سهل وسهل ويسير.